هذا أحد أكبر أسواق المواشي في فلسطين، يكتظ بالتجار والراغبين في شراء الأضاحي. هكذا يبدو الأمر من بعيد، فما أن تتعمق في داخله حتى تكتشف أن المعظم هنا من التجار فقط، أما المواطنون فمتفرجون في الغالب يشكون ارتفاع الأسعار. راتب الموظف من 2000 ل 2500 شيكل، لا يستطيع أن يشتري أضحي، يعني بكية الشهر إذا بده يشتري أضحي بده يقضيها، وطبعا التزامات العيد أنتوا أدرى فيها طبعا. سعر الأضحية هنا يصل حوالي 500 دولار، مبلغ يفوق الحد الأدنى للأجر شهريا في فلسطين، والسبب كما يقولون ارتفاع أسعار الأعلاف التي مصدرها إسرائيل. فأنت شايف السوق هنا، فأغلب الناس مش ضحايا، يعني هذول أغلبهم تجار بيشتروا من بعض، أما الناس وضعهم الاقتصادي سيء جدا. فرض الرقابة على الأسعار غالبا ما يقابل بطلب توفير البديل، الذي يعني بالضرورة إما استيراد المواشي من الخارج، وهذا سيشكل إضرارا بالمزارع الفلسطيني، أو خفض تكلفة الأعلاف، وهذا أمر ليس بيد الحكومة الفلسطينية كون مصدرها إسرائيل. الموضوع متروك تلقائيا للعرض والطلب، بما أنه هذا موسم، فالوزارات تلقائيا ما بتتدخل في السعر، بتتدخل في العمليات، جودة المنتج، توفره، إمكانية توفره في السوق الفلسطيني. فعيد الأضحى سيكون بالنسبة لكثير من الفلسطينيين بلا أضاحي. مع اقتراب كل عيد أضحى تكتظ مواقع التواصل الاجتماعي برسومات تتهكم فيها الخراف على المواطن، أما هنا فإذا أراد موظف حكومي أن يقدم أضحية فعليه أن يضحي أولا بكل راتبه، فالأسعار هنا تعتبر الأغلى على مستوى الوطن العربي. فراس لطفي، سكاي نيوز عربي، بيت لحم.